صباح الفل. في طريقنا الآن إلى معرض الكتاب، عندنا شوية مفاجآت لطيفة جدا. عد دلوقتي على الكاتب الجميل رامي رفط اللي نزل السنة دي بكتاب جميل اسمه هدم الإسكندر عن طريق الرواق. هنروح سوا أنا وهو معرض الكتاب، وهنقابل كريم الرنجار إن شاء الله من قناة وجهة نظر، ويسري إفات من قناة بوكافيه. الجو حر جدا والبداية غير مشجعة، ولكن هنعمل إيه؟ خد معاك ازازة مية وشنطتك الجر والجزمة الكوتشي وكمامتك ومطهراتك، اللي يسلم عليك ناوله بالبناية في وشه. يلا بينا. الدنيا حر جدا وانا مستني رامي، المفروض انا جنب البيت عنده دلوقتي عشان اخده ونروح سوا. ان شاء الله زي ما بقول لكم كده هنقابل يسري الاول، وبعدين كريم عنده شغل هيخلص ويجي لنا، المفروض يسري هيجي لنا على هناك. يسري برضه مشواره جامد جدا، هيجي من 6 اكتوبر للتجمع، وهذا مشوارا لو تعلمون عظيم. هتابعكم كده للتطورات، وهحاول انقل لكم الدنيا ماشيه ازاي زي ما بنعمل كل سنه ان شاء الله. مين ده؟ يسري افت. تخيل رامي اللي اخرني. عامل ايه يا مان؟ السلام عليكم. رامي رافت الكاتب واليوتيوبر، يسري افت اليوتيوبر، وان شاء الله هيبقى كده. على ازائر معرض الكتاب المثالي، كمامه، شنطه بعجل، كاوتشي، ازازة المية، اهي زائر معرض كتاب كده اهو، كاوتشي، عجل، ازازة. انا جيت جمعة، مش جيت بدري، كان السنة اللي فاتت الجمعة كان بيشتغل شغل عادي. جيت بدري. خرايطة قاعات هنا اهي، قدام كل قاعة خريطة تقول في ايه جوه القاعة دي. في اماكن للراحة اهي، عادات لطيفة. وجمال التكييف. دي صالة مين بقى؟ ده كده ايه؟ دار نون. باشا احنا ورا باسم اهو. هاي هاي، شو عرفته من عينيه وربنا، عرفته من عينيه، من عينيه. ايوه نزل 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 نزل. باسم الخشن. انا حسن الهلالي. يس. عاملين ايه؟ باسم الخشن اللي محدش عارف له شكل، الراجل الخفي، مره تخين ومره رفيع ومره دقن ومره بشعر. لا انا بخس في مره الكتاب، عشان رايحين جايين رايحين جايين، فانتوا احنا جايين نحمل حضرتك. جايين نحمل يا فندم. طيب نتحمل ايه؟ انت معاك الكتب قبل ما تطبع. احنا بتوع كده برضو، نبغى ورق. نبغى ورق. تخيل لما يبقى الجايد بتاعك في معرض الكتاب يبقى محمد اسمه باسم الخشن. تخيل يا جماعه، تخيل احنا جامدين قوي بس ما بنقولش. احنا جامدين جدا بس ما بنقولش. ده جناح دار دير، فاكرين دي يا جماعه؟ دي كانت في الترشيحات،
بين الغمام دي كانت في الترشيحات، انا كنت حاطها لكم في ترشيحات معرض الكتاب اهي، موجوده في دار دير. حلوه يا جماعه، انا قريت منها قصص جميله جدا وفعلا فيها اقلام شابه محترمه جدا. ده دار الرواق، انا قلت لكم قبل كده انا بحب حاجه الرواق، اي حاجه عليها لوجو الرواق بتبقى بالنسبه لي اشتريها على طول. ده دي ريشه، ريشه نازلين مع الرواق السنه دي. انا الرواق عاملين ستاند كده لطيف من اول 10 جنيه لحد 25 جنيه أهد من الإسكندر. رواية شيرين هنا يا جماعة، الرواية دي جامدة جدا، اللي ما قراهاش دي حلوة جدا برضو. أوراق شمعون حلوة قوي، ترجمات الرواق العظيمة. المادة السوداء دي نسمع انها كويسة قوي برضو، بس ده عايزين ترجمة ستيفن كينج، دي من احلى الترجمات اللي ممكن تقراها لستيفن كينج بالعربي يعني، هي واثنين كمان من دار نشر تانية هم اللي ممكن تقراهم لستيفن كينج، غير كده ما ينفعش تقرا لستيفن كينج مترجم بالعربي للاسف يعني. كلمني يا يسري عن احساسك في معرض الكتاب شويه. الحياه السنه دي مختلفه عن اي سنه يعني. انت كل سنه بتقول كده صح؟ لا لا، السنه دي فعلا مختلفه. مختلفه ليه بقى؟ عشان انا نازل معاك الحقيقه. اوه يس. اوه يس. كلمني يا استاذ رامي عن احساسك في معرض الكتاب. لا المعرض جميل طبعا، الناس كلها لازم تنزل هنا في المعرض وتتفرج وتشتري وتروح دار الرواق وتشتري هدم الاسكندر. وتشتري هدم، ده كلام مظبوط حقيقي حقيقي. نعم نعم، روج لكتابك في كوكب الكتب وهات فلوس، هات فلوس. يلا يا باشا. بيني وبينك انا مره رحت للدار كنت متفق على شغل، طلع لي شنطتين من حاجه ما عندي ولا اتكلم. احنا فين؟ احنا فين كده كده 50 6 انت عايز كده 47 انت عايز ايه؟ بي كام؟ يا ابني انا راجل صاحب عيا ما تمشينيش كده. دي دار العين عندهم حاجات حلوه مؤخرا يعني. دي اللي خدت جائزة نجيب محفوظ 2021 وادي الدوم. جناح عصير الكتب على العملاق كالعادة، فتات الياقة الزرقاء،
فين المجموعه بتاعتك؟ احنا محتاجين ناكل حاجه يا عم. حاضر والله. لا انا بسالك. حاضر هاكلك حاجه. النبي النبي السستوري النبي السستوري. انت مكوين السنه دي في المعرض جعان؟ جعان. حاضر خلص عصير اي حته في الكوكب كده عصير. انت عارف اكتر حاجه هناخد منها كتب وهنخلص و جناح عصير زي كل سنه كبير جدا. بجراءات الاحترازيه يا جماعه البسوا الكمامات. انا بلبسها كده عشان تعرفوا ان انا اللي بلبسها. بوكتي يوبر مفلس وقاعد على الارض حقيقي. بوكتي يوبر مفلس وتعبان وقاعد على الارض. بص المنظر. انا مش عارف امشي بيهم. بص بص الحقيقة كان يوم عالمي جدا. جبت كتب كتير شوية جدا و ده جه متاخر جدا وملفش جدا وما طلعش في الفيديو. هما ساعتين اللي قعدتهم في المعرض فيعني ما عملت ساعتين. ازيكم عاملين ايه؟ سلمت على الناس كويسين؟ انا جاي يوم السبت ان شاء الله هنروح تاني الحمد لله. مش عارف لسه هنزل فلوج ده لوحده ولا ادمج له الفلوجين في بعض. لا بفكر الدم بقى كله. وكان يوم جامد جدا 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 وجبنا كتب كتيره جدا 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 ونشيم بيسلم عليك يا كريم. اهلا لك. انا عارفك وحبيبك يا كريم يا نجار.